إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق القرعة الطيلية. فخيرات بلادنا تبارك الله، قرعة موجودة وغالية هاد العام مشاهدينا الكرام. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، من نواحي بن سليمان لعشاق القرعة الطيلية. فقرعة موجودة وثمنها طالع بشكل كبير وكبير. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق القرعة الطيلية. شوفوا معايا خيرات بلادنا تبارك الله، جودة عالية والثمن ديال القرعة فدير ما بين 8 حتى 10 دراهم. الثمن ديال القرعة ما بين 8 حتى 10 دراهم الكيلو مشاهدينا الكرام. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان لعشاق القرعة الطيلية. فخيرات موجودة تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الثمن طالع ديال القرعة، الثمن ديالها فكيف ما ذكرت داير ما بين 8 دراهم ل 10 دراهم للكيلو. إذن الصورة إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم لعشاق القرعة الطيلية. فتبارك الله الخيرات موجودة، اللهم بارك وزيد في ذلك. الثمن ديال القرعة طالع فداير ما بين 8 حتى 10 دراهم الكيلو، والجودة جودة عالية، لأن هاد القرعة الطيلية فيها واحد المذاق تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك، يختلف بكثير عن القرعة السبيتية. فكي القرعة الطيلية وكي القرعة السبيتية، هاد القرعة هادي عندها عشاق كبار وكبار في المغرب، خصوصا نهار الجمعة، فضروري خصها تكون كسكسو، لأنها كتعطي واحد الطابع وواحد الحلاوة القصرية المغربية. إذا الصورة أمامكم، قرعة موجودة وثمنها فدير ما بين 8 10 دراهم الكيلو هنا نواحي بن سليمان مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. فكيف ما ذكرت فالقرعة الطيلية غالية وثمنها طالع بشكل كبير وكبير في السوق، فدايرة ما بين 8 10 دراهم الكيلو، والجودة جودة عالية، ما نذكروش على الجودة مشاهدينا الكرام. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في لعشاق القرعة، الخيرات موجودة، قرعة موجودة، الثمن ديالها داير ما بين 8 و 10 دراهم الكيلو هنا نواحي بن سليمان مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. الصورة أمامكم، القرعة مليحة والثمن ديالها 100 160 حتى 10 دراهم الكيلو. إلى اللقاء مشاهدي.